هذا المعرض هذا في الحلة ديالو التاسعة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وتحت رعاية أسي ديال مينيستير ديال لاغريكولتور. هذا المعرض هذا جاء من بعد الدورة ديالو التاسعة، كان نورمالمون خاصو يكون في 2021 مع الكوفيد، ومع 2022 مع الحرب اللي وقعت بين روسيا وأوكرانيا تروبورتا ل 2023. وكما تتلاحظوا بانه عرف واحد الاقبال كبير، حيت هو سي ان سالون اكس انترناسيونال، وعرف واحد النجاح اللي ما كانش متوقعينه كاع، من ناحيه ديال العدد الزوار، ومن ناحيه الناس اللي اكسبوزون. اللي هذا المعرض هذا جا نقولوا جا في الوقت ديالو، علاش؟ حيت العالم تيعرف واحد الظرفيه اكسبسيونيل بارابور اللي كنا تنعيشوا، داس الكوفيد شويه، الحرب شويه، هذا اي بوي لا تيماتيك كنا خدينا هو لا سوفرانتي اليمونتير، وحنا خدينا هذه من خلال الخطاب ديال صاحب الجلاله في افتتاح ديال الدوره البرلمانيه في اكتوبر 2022، اللي هضر على لا سوفرانتي اليمونتير انرجيتيك اي فارماسيوتيك. وحنا خدينا هاد تبعا هاد الاستراتيجيه وهاد لي زوريونتاسيون استراتيجيك باش نديرو السياده ديال لا سوفرانتي اليمونتير، وخدينا لو كا ديال لي سيريال. الوغ كما تنعرفوا السيريال هو بحال تتقول هو لو نير ديال هذا، حيت ماده اساسيه في الحياه ديال الانسان بصفه عامه. وفي المغرب الحمد لله، حيت المغرب عندنا لي مينوتي هما اللي تيديروا لامبورطاسيون، هما اللي تيتكلفوا باستيراد الماده، ماشي بحال الدول المجاوره اللي الدوله اللي تتدخل باش دير هذا، لا سي هذا. اون بليس دو سا عندنا اون ديفيرسيفيكاسيون. علاش قلت لك هذا الكلام هذا؟ باش نرجعوا، حيت الحرب الاوكرانيه وروسيا ما اثرتش علينا. دايوغ ديما عندنا واحد ستوك دو سيكوريتي ديال 3 شهور 4 شهور، دائما ديما 3 شهور 4 شهور. علاش؟ حيت المستوردين ديما عندهم الاسواق وحتاخا مختلفه، ديما عندنا من الارجنتين، عندنا ديال البرازيل، عندنا الولايات المتحده، عندنا كندا بالنسبه للبليدور، عندنا بولون، عندنا سميتو كانت روسيا وكانت اوكرانيا، وكانت عندنا عاوتاني كذلك عندنا فرنسا مستورد حتى هو من الدرجه الاولى، وعندنا المانيا كذلك. يعني هاد الاختلاف والتنوع هو اللي خلانا ديما محتفظين على هاد السلامه السياديه ديال ستوك دو سيكوريتي اللي عندنا. الوغ بالنسبه لهاد المعرض هذا، علاش قلت لك جا في الوقت ديالو؟ حيت كلشي تيهضر، ماشي من نيفو ناسيونال مي او نيفو مونديال، كلشي تيهضر على السياده الغذائيه. و دايوغ كانت في هاد الدوره هادي كانت دور شرف ديال لانفيتي دونور، سيتي الولايات المتحده الامريكيه. علاش اختارينا الولايات المتحده الامريكيه؟ حيت اول معاهده اللي كانت دو بارتناريا بين لا فيدراسيون ناسيونال دو لامينوتري اي يو سويت اسوسييت، اللي هما ممثلين ديال منتجي الحبوب في امريكا، كانت 1987. وفي 1993 هما اللي فينونساو واحد المدرسه اللي عندنا في واحد لو سونتر دي زيتود اون اندستري سيريالير، سي ان انستيتيو دو فورمانوس اون اندستري مونيير، اللي هما اللي فينونساو ils ont contribué à l'installation d'un moulin pilote واحد 25 مليون ديال الدرهم في 1993. و لا اف ان ام عطات لو تيران اي لا كونستركسيون ديال الباتيمون، اي لوف بي تي تي بارتناريا بي 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 بارتناريا بوبليك بريفي، هما اللي تيعطيونا لي فورماتور اي لو ديبلوم، سي ان ديبلوم. وبفضل هذه المدرسه هذه اللي دابا تنحتفلوا ب 30 سنه على المرور ديالها، بفضل هذه المدرسه تخرجوا دي لوريا اللي ولاو دي شاف موني. وبغراس لهاد المدرسه هادي كل شاف مني اللي كان يندم في المغرب كلهم تماروكانيزاو، حيت كانوا عندنا دي شاف مني من دول اجنبيه هما اللي كانوا تيديروا هاد المهنه هادي. وهاد المدرسه هادي خلاتنا اننا كاع لا بليبار كلهم لا توتاليتي ديال لي شاف مني سو سون دي ماروكان. ولينا تيمشيو عند السبساريان، ولينا تلقاو الناس اللي تخرجوا من هاد المدرسه هادي تيمشيو حتى للمويان اوريون، تيمشيو حتى لكندا، تيمشيو هذا خدامين، حيت لو نيفو ديال لا فورماسيون الي في المستوى العالمي. و دايوغ لا ديرنيغ فوا دابا عندنا معنا واحد اون ديليغاسيون من السعوديه اللي جاو واحد 12 واحد باش يديروا لا ميزا نيفو ديال لا كومبيتونس ديالهم عندنا في هذه المدرسه هذه. ايوا وعلاش؟ حيت لو شاف موني ولا لو ريسبونسابل نيميرو 1 في ذاك لي مولان اللي كاين في السعوديه تخريج ديال لوريا.
خريج ديال المدرسه ديالنا، حيت هما دي سفراء ديالنا اللي كاينين في العالم الحمد لله. هذا وعندنا واحد ديليغاسيون سبساريال اللي مع الشراكه مع انترسيريال فرانس اللي تيجيو كل عام تيدوزوا معنا واحد جوج سيمانات تيديروا لا ميزا نيفو من دول مختلفه، كاميرون، سينيغال، كوت ديفوار، من دول مختلفه اللي موريتانيا من 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 سبساريا اللي تيديروا لا ميزا نيفو ديال لي كومبيتونس ديالهم، حيت عندنا هذا المركز هذا اللي فيه المولان بيلوت، وعندنا لا كومبيتونس اللي فورماتور اللي عندهم واحد المستوى عالي اللي تيديروا هذا لو ترونسفير ديال لو سافوار ديال لو سافوار فير. وفي هذا لو سونتر هذا حتى هو كاين عندنا كنا درنا مع شراكه مع الفيدراسيون ناسيون دو لا بولونجي باتيسري اي انترسيريال واحد المدرسه ديال الخبازه والحلويات 2018 بور لا فورماسيون كونتيني، وكنا قدمنا واحد البرنامج في دون لو كادر ديال ميلينيوم تشالنج اكنت اللي كانوا تقدموا 102 ديال المشاريع، تقبلوا منهم 15 منهم حنا ديالنا في هذا الاطار اللي هو ملي سميتو انستيتيو او فورماسيون انستيتيو دو فورماسيون او ميتي دو بولونجي دو باتيسري اللي فيه واحد 6 ديال لي فيليال، فيه 3 ديال لي ايد بولونجي ايد باتيسري ايد فوندور من المستوى التاسع اعدادي، ومستوى نيفو باك تيخرج تكنيسيان سوا بولونجي سوا باتيسري ولا باك بلس 2 في تكنيسيان سبيسياليزي او جيستيون ماغازان. الوغ هاد الخاصيه اللي منفرده بها هاد المدرسه هادي ماشي بحال المدارس الاخرين اللي تيقراو واحد الموديول ديال لا بولونجري، موديول ديال لا كويزين، موديول ديال لا ريسبسيون، لا هاد الناس هاد الوليدات هادو غيقراو اما لا بولونجري واما لا باتيسري، والمارشي السوق هادي في المخابز والحلويات عندنا واحد لو بوزوان كي انورم، باش علاش دارت هاد المدرسه هادي باش تواكب وباش تخرج، حيت خير مثال هو داك المدرسه اللي تبنات من 1993 واللي لي لوغيا ديالهم هما منتشرين في العالم كله تبارك الله، حتى الناس لا ميم ديناميك ديجا عندنا اون ريفيرونس، بغينا نوصلوا بهاد البولونجري الباتيسري لهذا المستوى اللي وصلنا ليه. وعندنا في هذاك لو سونتر اوسي واحد لابوغاتوار كي اغري باغ لونسا اكريديتي 17000 نورم 17025 ميكروبيولوجيك فيزيك وشيميك اللي تيديروا واحد 8000 حتى 9000 اناليز في العام، وعندنا واحد لا بلاتفورم ديال تو سكي انوفاسيون ريشيرش ديفلوبمون في بات اليمونتير كوسكوس اللي نقدر نقولوا كاينه اونيك او نيفو هذا، حيت سيت اون بلاتفورم بور لي زاندستريال باش يديروا لي زيساي تو سكي بات اليمونتير اي كوسكوس ا باز دو ري ا باز دو با مال دو دوتر برودوي.